الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم هنكمل في موضوع هام جدا وهو العوامل المؤثرة في الانتباه. المدرس أثناء الفصل يجب أن يهتم بجذب انتباه الطالب إلى موضوع الدرس بطرق متعددة. نبدأ نتعرف على العوامل اللي بتؤدي إلى تشتيت الانتباه في الفصل الدراسي. في اعتقادكم ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه؟ يعني حتى وانتم في المحاضرة احيانا في عوامل بتؤدي الى عدم الانتباه او شرود الذهن. ما هي اهم هذه العوامل؟ تفضلي. بداية البيئة الفيزيائية بما تشمله من تهوية، بما تشمله من اضاءة، من تشتيت اللوحة، مؤثراتها. تمام، البيئة الفيزيائية. تفضلي. البيئة خارج الصف اذا كان فيها فوضى او اصوات بتأثر على مدى التعليمي. تمام، خلينا نمشي بالترتيب. اول نقطه اللي هو اللفظيه الزائده. هذه الكلمه اللفظيه الزائده، ما المقصود باللفظيه الزائده؟ تفضلي. انا بتحكي اللفظيه في التعلم هو انه المعلم يهتم بمستوى الطلاب، انه يتم تدريس الماده عن طريق الحفظ والبصر بعيد عن الفهم والاستيعاب. تمام، يعني كمان كلمه اللفظ معنى الكلام. اللفظيه الزائده، الان تخيل لو جو المحاضره كله عباره عن جو لفظي أو جو كلامي. لما بنحكي المدرس محاضرته محاضرة لفظية، إنه بيعتمد على الكلام أو حاسة السمع عند الطلاب أكثر من الحواس الأخرى، ومعناته إنه بيكثر فيها سيطرة المعلم على الموقف التعليمي دون إعطاء فرصة للطالب بالمشاركة أو التفاعل، وكأنه المعلم لحاله هو في الفصل. فبيكون جو الحصة هو الجو العام للشرح بواسطة المعلم فقط دون مشاركة من الطلاب، وهنا يسود جو من اللفظية على المحاضرة، حتى أن المعلم يستخدم بعض العبارات أو الجمل باستمرار أو بتكرار، مما يعطي الملل لدى الطالب بعدم وجود أي حافز أو مشجع للمشاركة في الحصة الفصلية. العامل الثاني اللي هي الظروف الفيزيقية اللي تكلمنا عنها قبل شوية غير مريحة. زي ايش مثلا؟ ممكن تكون في ظروف داخل الفصل تؤدي الى تشتيت الانتباه. تفضلي. المقاعد تكون غير مريحة، بتكون مثلا الحجات الدراسية درجة حرارة مرتفعة او بتكون باردة جدا، يعني مش موفرة الجو المناسب للطلاب. كذلك تفعيل انتباهه بتكون في التباس، بصير في المعنى التباس للطالب بسبب هذه الظروف، يعني بيكون مشغول بشيء معين بيتبش للمعلم. يعني مثلا إضاءة الفصل، الإضاءة سيئة، الطالب مش شايف مثلا الكلام مكتوب على السبورة، أو حتى في بعض الأركان من الفصل مش واضحة، لو المدرس بيستخدم وسيلة تعليمية الإضاءة مش واضحة بالقدر الكافي حتى تبين هذه الوسيلة. التهوية داخل الحصة أيضا قد تكون غير سليمة، وأيضا من الأمور الأخرى في البيئة الفيزيقية المقاعد الدراسية، لأن المدرس أو عفوا الطالب بيقضي وقت طويل في الحصة على المقاعد، فقد تكون غير سليمة أو مستمرة بشكل غير مناسب تؤدي إلى عدم انتباه الطالب. السبورة من أهم العوامل أيضا، لأنه المدرس بيستخدم السبورة بشكل كبير جدا أثناء الشرح. فأثناء كتابة المعلم قد تكون هناك بعض الأجزاء من السبورة غير واضحة، أو مثلا الدهان في السبورة غير واضح، فبصير الطالب يسأل بشكل كبير إنه مثلا اللوحة إذا كان في نقطة أو لا، هذه الكلمة مضبوطة ولا إيش الكلمة الفلانية، فبيكثر الحديث بين الطلاب في الاستفسار عن الكلمات المكتوبة على السبورة لأنها غير واضحة. النقطة الثالثة نقطة مهمة جدا وهي الخلط السيمانتي. الخلط السيمانتي مقصود فيه هو إنه المعلم بيكمل في الشرح معتقدا إنه الطلاب فاهمين، النقطة هذه من وين بتيجي؟ المدرس مش لازم في الاساس يصل لهذا المستوى انه الطلاب مش فاهمين الموضوع. ليش؟ لانه عنده هو التقويم التكويني يجب ان يكون مستمر بعد الاهداف التعليميه، يجب ان يتحقق من كل هدف تعليمي اول باول. فاذا شعر ان الطلاب مش فاهمين نقطه معينه، عليه ان يتوقف وان يعيد شرح هذه النقطه بطريقه اخرى قد تكون اكثر وضوحا من الاولى. لكن احيانا في مادة معينة
وخاصة المواد اللي بتعتمد على التركيب زي الرياضيات مثلا، اذا احنا ما فهمناش نقطة بتلاقي الطالب ما فهمش معظم النقاط الاخرى التالية. فعلى المدرسة تتحقق من فهم الطلاب لكل جزئية من مواضيع الدرس. ايضا من اهم العوامل التي قد تؤدي الى تشتت الانتباه لدى الطلاب هي الفروق الاجتماعية بين الطلبة. نعلم ان الطلاب في اوساط اجتماعية مختلفة، والفروق الفردية هي مشكلة ثلاثية الابعاد، بمعنى ان الطلاب يواجهون فروق بينهم في ثلاث نواحي. الناحية الاولى هي الناحية المعرفية ومستوى الذكاء، الناحية الثانية وهي المستوى المهاري او الذي الحواس المهارية التي تلقون عن طريقها التعلم، بمعنى ان الطلاب قد تكون لديهم فروق فردية من النواحي التي تتعلق بالحواس. في طلاب ضعاف البصر، طلاب ضعاف السمع، طلاب لديهم القدرة على الفهم من اول مرة، فهذا ايضا فروق فردية. والنقطة الثالثة هي الفروق الاجتماعية، او قد تكون نفسية في بعض الاحيان، بمعنى ان الطلاب اوساطهم المادية وخاصة عارفين البيئة اللي احنا بنعيشها بيئة فيها تباين. الطالب عنده مشكلة اجتماعية، هاي المشكلة قد تتقمص في دور المشكلة المادية. طالب جاي مثلا في عنده رحلة بكرة والمفروض انه يشترك اليوم ومعوش يشترك او معوش حق الاشتراك، فبضل يفكر ايش بده يعمل. المدرس كمان ساعة بده يجي او بعد الفرصة المفروض ان انا ادفع الاشتراك، طب انا بدي اروح على الرحلة لكن ما فيش معي فلوس. تمام، هذه في حالة وجود يعني مشاكل مادية متدنية. ايضا الناس اللي عندهم رفاهية زايدة برضو بيقع في هذا النوع من المشاكل. الطالب اللي عنده رفاهية زيادة، ابوه شاري له مثلا امبارح بلاي ستيشن 4 وقاعد يفكر في الحصة كيف بده يعمل مثلا لعبة جديدة او كيف بده يشتغل او كيف بده يقعد عليه والامور هذه، فيفكر ايضا في مشتتات في البيت ممكن تؤدي لهذه الناحية. ايضا من المشاكل الاجتماعية انفصال مثلا احد الوالدين او وفاة احد الوالدين وانفصال الوالدين، او وجود ايضا اضطرابات اجتماعية بشكل مستمر عند الطالب. هاي المشكلة انا بعتبرها من اهم المشكلات. ليش؟ لانها غير ظاهرة وخفية. باقي المشكلات اللي عرضناهم ممكن السيطرة عليهم. مشكلة الخلط السيمانتي، لو اجا مشرف وحضر للمعلم بيقدر يلاحظ هذه المشكلة وبنبهه ويقول له خلي بالك انه انت احيانا بتشرح وطلاب انا سمحهم بيقولوا مش فاهمين او بيسألوا بعض عن بعض النقاط، بدك تخلي بالك انه في نقاط انت بتعدي عليها وطلاب مش فاهمينها. التهوية والبيئة الفيزيقية وايضا السبورة يمكن ملاحظتها. مشكلة في الفروق الاجتماعية او في النواحي الاجتماعية غير ظاهرة. بتلاقي الطالب مثلا بتطلع على المدرس وكله منتبه كأنه، حتى بيحرك في راسه لكن هو مش مع المدرس بالمره، وبتصير معاكم انتوا الان قاعدين وانا بتاكد في طلاب او طالبات بيطلعوا علي ويمكن سرحانين، هم بيسرحوا لهم دقيقتين بيفصلوا بيرجع تاني يشبكوا. شغلات زي بتصير، لازم الطالب يعني يتعرض لمواقف زي هيك. طيب كيف انا بدي اقدر اسيطر على هذه المشكلات؟ كيف بدي اما انهيها خالص في الحصه او اقلل منها؟ في بعض المشكلات صعب ان احنا ننهيها خالص، لكن بدل ما الطالب يشرح لنص ساعة يعني دقيقتين ثلاثة وبرجع تاني. تمام؟ تفضلي. في عندنا الفروق الاجتماعية مثلا، في شيء اسمه سجل الطالب، بيكون مع الطالب من المراحل الأولية حتى المراحل العليا يعني بالمدرسة. تمام. بصير عندنا هيك المعلم بتفقد كل سنة سجل الطالب، بيشوف الفروق اللي صارت بحياته، هل مثلا كان في بيئة اجتماعية سليمة بعدين صارت بيئة اجتماعية محاطة بالمخاطر يعني وفي اضطرابات فأدت إلى ظروف الطالب، بيبدأ يعالجها. أو إذا كانت البيئة الاجتماعية من الأساس هي مضطربة، فالمعلم نعمل على توفير بيئة اجتماعية أكثر أمان بمساعدة الأهل. في عنا الأمور الفيزيقية مثلا، بدنا نحسن من التهوية للغرفة، بدنا نخلي تصميم الحجرات الدراسية مساحتها متوافقة يعني مع الطلاب بحيث أن الطالب يتحرك بأريحية تامة بالدرس، ونستخدم الدهانات المناسبة والألوان اللي بحبها الطلاب، يعني مثلا اللون الأزرق البارد دائما الطلاب بيحبوه، بيكون مريح للنظر وللعقل. بارك الله فيك. نقطة
السجل الاجتماعي هامة جدا، والمفروض ان المعلم يتابع السجل الاجتماعي اول باول، لانه هو في الغالب بيعرفش يعني الامور الاجتماعيه اللي خاصه بالطلاب، ممكن يطرأ تغيير على الطالب يعني يغيره بشكل كبير جدا جدا جدا، زي القصص اللي حكيت لكم اياها، ممكن وفاه احد الوالدين او انفصالهم تاثر على الطالب بشكل كبير جدا جدا. فهنا المعلم بده يتعامل مع هذا الطالب على هذا الاساس، ممكن يكون طالب ممتاز ومن الاوائل، هذه النقطه تخليه يتراجع على المتوسط وحتى لدون المتوسط. فالطالب بده يبدا او المدرس بده يبدا يتعامل مع الطلاب على هذا الاساس. يعني مثلا ممكن المدرس يحكي مع الطالب يلاقيه مثلا مستوى مش نافع، فبيقول له مثلا انت ما فيش حدا معلمك، ليه وين ابوك وامك عنك؟ كلام هيك بس، الكلام هذا بيكون جارح جدا. لما بعد هيك يعرف المدرس انه مثلا ابوه وامه متوفين او ما فيش حدا يعيله، فبده يخلي باله من الكلمات او العبارات. اي تغير ملحوظ في سلوك المتعلم اما يحتاج الى تعزيز حتى يستمر، اذا الطالب كان مستواه مش نافع لقيته صار يشارك او بدا بده الطالب يشارك في الحصه بده مستواه يرتفع، لازم الاحظ هذا السلوك واعمل على تعزيزه. والله انك ممتاز اليوم، ان شاء الله دائما بدلك زيك، تعال اقعد قدامي المره هذه، خذ لك قلم هديه، بدي يضل مستواك زي هيك، اذا المره الجايه ضايقتك زي هيك هحطك مثلا اول على الصف، او احطك قائد المجموعه، او احطك عريف الصف. فهذا اللي بقول بتعزز الطالب بنضله مستمر. على عكس اذا كان سلوك الطالب فيه تدني، يجب ان يلاحظ المعلم هذا، وبصير جلسات حتى مع المرشد النفسي مرات في المدرسه، انه في ملاحظه على الطالب الفلاني انه مستواه مش زي زمان، او الفلان نضاك بضله سرحان طول الحصه واحنا مش معانا. حتى ممكن تستدعي احد الوالدين مثلا، ايش في مشاكل في البيت؟ في شغلات مؤثره على نفسيه الطالب، ما كانش زمان زيك، ايش اللي صار؟ فتعاون المدرس مع المرشد النفسي مع اولياء الامور ايضا في حالات كثيره مهمه جدا جدا جدا. تمام؟ الان بدي اتكلم عن تنوع المثيرات. موضوع الدرس اليوم. تنوع المثيرات هامه جدا للسيطره على كثير من النقاط التي تؤدي الى شرود الذهن عند الطلاب. كيف انا بضلني بحاله مستمره مع الطلاب انه ما يصيرش في تشتت في الانتباه، سواء كان بالالفاظ او بالحركات، بعض المواقف البسيطه، حتى يبعد المدرس الرتابه عن الموضوع. والحصه كلها مثلا عند الطالب 40 دقيقه، كيف المدرس بده يشكل في الحصه هذه بحيث ان الطلاب ما يملوش؟ ما المقصود بتنوع المثيرات؟ ايش يعني تنوع المثيرات؟ تفضل يا استاذ. جميع الافعال التي يقوم بها المعلم بهدف الاستحواذ على انتباه التلاميذ اثناء سير الدرس، وذلك عن طريق التغيير المقصود في اساليب عرض الدرس. تمام. اذا انا قدرت احافظ على انتباه الطالب اثناء الحصه، بقدر ادخل المعلومات اللي بدي اياها في دماغه بشكل مهم جدا او مميز، او بقدر اوصل المعلومه، او بقدر افهمه، او هو حتى يصل للمستوى اللي انا بدي اياه بسهوله طالما انه منتبه معايا. طيب ايش هي طرق تنوع المثيرات او اساليب تنوع المثيرات؟ اول طريقه كيف انا بدي احافظ على انتباه الطلاب عن طريق التنوع الحركي. التنوع الحركي كيف يعني تنوع الحركي؟ المدرس مثلا في له جلسه معينه، ولا في له وقفه معينه، ولا وين يقف، او كيف يتحرك؟ تفضلي. ان يتغير المعلم الموقع، غير معلم الموقع في الحجره، وان ينتقل طوال الوقت ولا يكون جالسا طوال او يتحرك طوال الوقت. تمام، بده يغير من مكان وقوفه في الفصل، او مكان يعني شرحه للدرس، بحيث انه انظار الطلاب تتوجه الى اماكن مختلفه، لكن هذا بده يصير بشكل بسيط، بحيث انه ما ياثرش ايضا يكون في عنده حركه زائده داخل الحصه، وما يطلعش اصوات كثيره. يعني هو مش يقدر مثلا يطلع اصوات في رجله، ما تخلي الطلاب ما يفكروش في الموضوع اكثر ما يفكروا في الحركه. فالحركه بتكون حركه منطقيه وحركه بسيطه، بحيث انها تساعد الطالب ينتقل. وايضا حركه المعلم اثناء المجموعات بيساعده انه يكتشف بعض النقاط اللي مش واضحه. يعني مثلا ممكن المدرس يتحرك حركه بسيطه، يلاحظ ان الطالب الفلاني مثلا ماسك جوال، او حركه اخرى يلاحظ ان الطالب ماسك لعبه بسيطه.
فهذه الشغلات بتخلي المدرس يكتشف الطلاب اكثر. احيانا كثيره المدرس مجرد ما يرجع للخلف اخر الفصل بتلاقي كل الفصل صار منتبه، لانه صار كشف الطلاب بشكل افضل. وخاصه المجموعات الخلفيه احيانا بيستغلوا نقطه انه هم بعاد عن المدرس، وفي كثير حواجز ما بتخليش المدرس يشوفهم. ممكن يكونوا بيكتبوا كلام على الدفتر لبعض، سرحانين، في لعبه بسيطه، ممكن يكون معهم جوال، شغلات بتاثر على الانتباه. فتنوع الحركه بياثر على الانتباه بشكل كبير جدا جدا، ويساعد في عدم التشتيت. النقطه الثانيه في اساليب تنوع المثيرات، بدنا بنات جداد، تفضلي. التركيز، حيث انه يجب على المعلم استخدام اساليب بهدف التحكم في توجيه انتباه الطلاب. تمام. جلب الانتباه ايضا يحتاج الى جلب التركيز او توجيه التركيز، بمعنى ان انا ممكن استخدم بعض الالفاظ، زي مثلا لما اقول كله انتبه معايا، اعمل حركه بسيطه زي هيك، بوجه انتباه الطلاب لنقطه انا بدي اياها. انتبهوا لهذا الشكل، بديش كلام، اسمعوا. هذه كلها عبارات تؤدي الى توجيه التركيز نحو نقطه يريدها المعلم. ايضا كثره مخاطبه الطالب، زي مثلا لاحظ الفرق في اللون، مين يطلع لي من الخريطه مثلا الدول التي تحيط فلسطين من الشمال، مثلا مين يلاحظ مثلا مساحه، اختلاف مساحه السعوديه عن مساحه مثلا السودان. هذه النقاط بتساعد الطالب انه يفكر، ينتبه بشكل اكثر من الحاله اللي هو فيها. النقطه اللي بعديها، غير التركيز عندنا ايضا التركيز، استخدمنا في الاول الالفاظ، ممكن يستخدم ايضا غير الالفاظ، زي مثلا لو معه عصا يأشر على نقطه معينه، او مثلا ممكن المدرس يستخدم ايماءات الراس بمعنى انه في سلوك مرغوب فيه، او مثلا صوت هيك خفيف بمعنى عدم الموافقه على سلوك معين. تحويل التفاعل، التفاعل في الحصة الفصلية التقليدية له ثلاث أشكال أو ثلاث أوجه. من مين ومين بيتم التفاعل؟ تفضلي ورا. بين المعلم والتلميذ بين المعلم والطالب، بين الطالب والمعلم، وبين الطالب والمعلم والمادة التعليمية بشكل متكامل. فلما بنحكي احنا عن تفاعل معناته اتجاه ثنائي. في اتجاهين تفاعل زي الاتصال، لما بحكي اثنين بيتصلوا لازم انه واحد يحكي وواحد يستقبل، وبعدين يصير العكس، واحد يستقبل والثاني يحكي. ما ينفعش انه واحد يتكلم طول المده. فالتفاعل يجب ان يضمن عمليه مشاركه الطالب في الحصه. ومشاركه الطالب لها اوجه متعدده، اما بالاجابه عن السؤال، او حتى في تقمص دور في لعب الادوار، او العمل في مجموعات. فالمدرس لازم انه يخلي السبوره عنده واضحه. الصف زي المربع، اذا انا بدي اركز على جزئيه في الفصل مع البدايه، بدي اركز على البنك الاول اللي هنا، يجب ان يكون في اتزان في الفصل على الناحيه الاخيره اللي غاد. بدي اركز على الجهه هذه لازم يكون اتزان هناك في منتصف الحصه. بدي انوع في الاسئله وفي الاستفسارات، ما ضلنيش بركز طول الحصه على الطلاب اللي قاعدين في البنك الاول، او طالب بعينه. تلاقي المعلم طول الحصه احيانا مستلم طالب، هو بيجاوب، هو بيسال وحافظ اسمه، يعني كان الحصه خصوصي له، او الكلام ينطبق على جهه معينه على البنك الاول. وهذا بتصير في الغالب حتى في المحاضرات احيانا المدرس بركز على الطلاب اللي قاعدين في الاول، الطلاب اللي في الاخر كلش مثلا منتبه لهم كثير لعده اسباب. فبدنا نخلي بالنا منها. في الاسئله بدي احاول انوع، إذا سألت في الجهة الأولى بدي أحاول أسأل في الجهة الأخيرة، أو في الوسط أو في المنتصف. كمان بدي أنبه الطلاب اللي مش مشاركين، يعني مثلا بدي أقول مثلا الجهة هذه اليوم ما كانتش مشاركة معايا، خلي بالكم كمان شوي حسألكم أنتم، أو البنكين هذولا بيكتر عندهم الكلام. يعني بدي أحاول أحدد وين المشكلة عندي في الفصل. الصمت، زي ما كان في عندي تركيز باللفظ، ايضا عندي تركيز بالصمت. المدرس هو بيشرح، لما يقعد مثلا دقيقه
بدون كلام او قال يعني ممكن يكون 10 ثواني او 20 ثانيه يوقف الشرح بمعنى زي ما انا عملت هيك، تلاقي الطلاب اللي حتى بدوا يتكلموا مع بعض انتبهوا قالوا ايش في مثلا، ليش المدرس سكت؟ لانه سكوت المدرس معناته انه بده يدور على مشكله في الفصل، فالطلاب بيبدوا عادي ينتبهوا انه بدهش نتكلم. صمت المعلم ما يكونش لمده طويله، لمده قصيره بحيث انه يشيل حاله الرتابه الصوتيه داخل الفصل ويعطي انتباه انه في مشكله بدنا نعالجها. ويجب على المعلم ان ينتبه لاي مشكله ولو كانت بسيطه داخل الفصل، بمعنى انه لو في طالبين بيتكلموا لازم يوقف كل الشرح وينتبه للطلاب هذول حتى ما يعدوهاش، ويحاول يفهم يعني باسلوب بسيط بعيدا عن العقاب. العقاب يبعدوا عنه تماما سواء لفظي او مباشر بالضرب الى اخره. ممكن تكون في عندي وسائل اخرى للعقاب غير الوسائل اللفظيه او المباشره، ممكن نستخدم معهم سجل الدرجات مثلا من وسائل العقاب الناجحه جدا. ان انا عندي سجل درجات، انتوا اثنين ما انتبهتوش معي اليوم مثلا، هاي خصم درجتين، مرة جاية لو تحسنتوا هزيدها لكم كمان درجة. هذه من الوسائل المهمة جدا في الشرح، أن المدرس ما يخليش أي نقطة خطأ في الشرح تمر عادي، لأنه إذا بيأكد عليها معناته أن أنا موافق على هذا الكلام، موافق على هذه المشكلة، يعني كأني بحكي للطلاب كرروا هذه المشكلة. الصمت يساعد على اشياء كثيره داخل الحصه الدراسيه، منها تفضلي يساعد على تجزئه المعلومات لو الدرس اصغر من الخطر افضل للماده التعليميه. تمام، بدي طالبات ما شاركوش معنا اليوم، هاي الكلام واضح، تفضلي. يمكن ان يجذب الصمت انتباه التلاميذ نتيجه تقليل المجهود. تمام، يمكن أن يكون التوقف إشارة لتهيئة التلاميذ للنشاط التعليمي التالي. يمكن أن يستخدم التوقف أو الصمت للتأكد على أهمية نقطة معينة. يوفر وقتاً للتلاميذ لكي يفكر في سؤال أو يعيد أنفسهم الإجابة على سؤال. تفضلي. تشجيع المعلم على استماع استجابات المتعلمين. تفضلي. يمكن أن يخلق الصمت جواً من الإثارة والتوقف. بارك الله فيك، تفضلي. يقدم التلاميذ نموذجا لسلوك الاستماع الجيد. شكرا. يمكن استخدام الصمت لاظهار عدم الموافقه على سلوك غير مرغوب فيه من جانب التلاميذ. بارك الله فيك. طيب نكمل في تنوع المثيرات. ايضا على المعلم ان ينوع في استخدام الحواس. استخدام الحواس. بنعرف انه الماده ترتبط بارتباط كبير بالحواس، في بعض المواد تتطلب تدخل اكثر من الحواس في مواد اخرى. يعني مثلا اذا احنا بناخذ الطالب على مختبر الكيمياء، نفترض مختبر، في مختبر الكيمياء الطالب بده يتعرض لحواس قد لا يتعرض اليها اطلاقا في الحصه العاديه، زي مثلا حاسه الشم. في الكيمياء في عندنا حواس بده يشمها ويختبر رائحتها، او حتى حواس التذوق. بعض الاحماض ممكن المعلم اذا كانت فيها طبعا فيش فيها خطوره على الطالب انه يلجا الى استخدام عينات من البيت، يعني مثلا الليمون، اللبن الى اخره. هذه بعض المركبات ممكن يتذوقها الطالب حتى يميز بين الاحماض المختلفه. ايضا في الحصه بدنا ننوع بين المثيرات. اللفظيه مرتبطه بحاسه مين؟ السمع، صح؟ حاسه السمع. كان المدرس بوظف فقط حاسه السمع عند الطلاب، لكن ما يتلقاه المتعلم عن طريق حاسه البصر اقوى بكثير من حاسه السمع. وقالوا أن الصورة أفضل من 1000 كلمة، من 1000 كلمة. فأنا بدي أطور استخدام الحواس عند الطلاب. مرة حاسة سمعية عن طريق الكلام، أحيانا بستخدم حاسة البصر، انظر إلى الشكل، حلل الشكل، شاهد واستنتج، كلها بتعتمد على حاسة البصر. إذا كانت المادة بتعتمد على بعض الحواس مثلا أو حاسة الشم أو حواس أخرى، أوظف الحواس بشكل مناسب. وكلما استخدمت حواس تعليمية أكثر كان المردود التعليمي أفضل.
طيب هيك بنكون خلصنا موضوع تنوع المثيرات. رح نبدأ إن شاء الله المحاضرة الجاي في موضوع مهم جدا تكملة للشرح، هو موضوع التعزيز. بعد الانتهاء من التعزيز سوف تكون لدينا آخر مهارة من مهارات التنفيذ، وهي مهارة الغلق.